هاي جايز، معكم نينجا سر، واليوم وصل لعنا صندوق كتير حلو وحابة افرجيكم عليه ونعمل له انبوكسينج سوا. فالصندوق هو اوف ثقيل شوي، بس تدا اساسنز كريد نوتردام اديشن، يعني حزمة نوتردام. ومثل ما شايفين للبي اس 4 هيدي الحزمة كلياتها، وحنشوف شو في بقلبها. انا بعدني لهلا فتحتها بس مره واحده، بس ما كتير تمعنت بكل شيء موجود فيها، وبدي اخبركم هلا انه كتير فيها اشياء حلوه، فخلينا نشوفها سوا. اول شيء مثل ما شايفين شكلها للعلبه والرسومات اللي عليها بيشبهوا كتير اكيد اللعبه نفسها، من التفاصيل تعول الديزاين تعول البنايه، انه عاملينها كانه جاي مثل بنايه. ومن ورا بتلاقوا مثل قفا كفر اللعبه نفسها، نفس التفاصيل اللي بيكونوا على اللعبه من ورا حيكون موجودين هون. وها هي العلبه، مثل ما بتشوفوا انه كتير حلوه، شكلها حلو، يعني حتى اذا بتاخذوا كل شيء من قلبها وبتتركوها فاضيه بضل شكلها حلو. هلا خلينا نفتحها. هلا من جوا شكلها نفس الشيء مثل من برا، الالوان احلى، بس الاسود طالع، يعني ما بعرف اذا بتقدروا تشوفوه على الكاميرا بس بيلمع شوي. ومن ورا ما في عندكم التفاصيل اللي كانوا موجودين على العلبة من برا، بالعكس في عندكم كمان بكفة، يعني بيطلع شكلها انه عن جد كأنه جزء من بناية، فكتير حلوة. ولما نفتحها، وهذا المقطع اللي كتير بحبه انا، بتلاقوا لعبة للأساسن. وهو واقف على واحدة من الجارجويلز بيسموهم، مثل التماثيل اللي بيطلعوا من البنايه. واكيد يعني واقف انه هو كثير فخور بحاله وقوي ومنتصر. وبتلاقوا من وراه كمان في العالم الفرنسي، لانه اكيد يونيتي موقعه بفرنسا. وهون بتلاقوا السيف تعوله، بس مثل ما بتلاحظوا وين اللعبه، ما هيك؟ بيفتح جرور خفي، بتحسوا حالكم مثل جيمس بوند لما تكتشفوا هالجرور. واكيد هون بتلاقوا نسخه عن اللعبه اللي هي اساسن سكريد يونيتي، مثل ما صرنا قايلين كذا مره. ويعني هي النسخه العاديه اللي بتلاقوها بحي المحل. بس كمان غير عن اللعبه، في كتاب لرسومات من اللعبه، بيتضمن رسمات عن الشخصيات، عن المحلات اللي بتزوروها باللعبه، عن شويه من الاسلحه اللي بيستعملوها الاساسنز. يعني هون بتلاقوا هيدي السكينة اللي بيكون مخباها بكمه، او السيف. هون بتلاقوا الشخصيات رسمات عنهم. فكتير حلو هذا الكتاب، لانه بيعطيكم مثل فكرة عن الفيجوالز تاع اللعبة او الجرافيكس تاع اللعبة. كمان في عنا اشياء بعد، بتلاقوا هالمغلف، وبس نفتحه بيكون في 2 بوست كاردز عن اللعبة. حربهم شوي لتشوفون، هيدا احلى برايي. بس نايتهم كمان كتير حلوين، واكيد يعني بيلحقوا نفس نمط الفيجوالز اللي عم نشوفه كل هالوقت. واخيرا وليس اخرا، الموسيقى التصويريه للعبه كلياتها. هلا هيدا السي دي نحن عم نلعبه كل الوقت بالمكتب، لانه كتير بنحب الموسيقى التصويريه تاعت اساسن كريد. بيجي في بقلبه 30 مقطع، واكيد يعني هن المقاطع اللي بنسمعهم نحن عم نلعب خلال اللعبه. هلا هاي كانت العلبه، وما حتبقى عنا بالمكتب، في شخص منكم حياخذها معه على البيت، بس ما حقول اكثر من هيك لهلا. بس تابعونا على قناه اليوتيوب الخاصه فينا لتشوفوا اكثر عن المسابقه لما نعرضها. وهذا كان كل شيء لليوم، تابعونا على IGN.